موعد إخباري يأتيكم من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. وفي العناوين: الرئيس التونسي يعلن العمل على تحديد جدول زمني لإصلاح النظام السياسي في البلاد. استمرار الاحتجاجات في السودان والشرطة تنفي تورطها في مقتل متظاهرين. بعد طلبها من كبار المستهلكين استغلال مخزونها النفطي، بايدن يقود تحالفا على أوبيك بلاس. الجزائر ترفع من وتيرة صادراتها نحو أفريقيا وتطلق أكبر قافلة نحو موريتانيا والسنغال. وتتابعون معنا أيضا: ميركل تصف الموجة الرابعة لكورونا في ألمانيا بالمأساوية. مرحبا بكم. بداية، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يعمل على ترتيب جدول زمني لإدخال إصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين. سعيد وخلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء شدد على استقلالية القضاء في بلاده. نحن نعمل ليلا نهارا على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين. القضاء هو قضاء الدولة التونسية، القضاء كما ورد في الدستور مستقل. التونسيون يريدون تطهير البلاد، ولا طريق إلى التطهير وتجسيده إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات. أفادت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أن عدد المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية بلغ 16 مرشحا إلى غاية الخميس. تزامنا مع ذلك، أحالت المفوضية بيانات 10 مرشحين للرئاسة لكل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية. وقالت المفوضية إن هذا الإجراء القانوني يأتي في إطار حرصها على تطبيق القانون والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية. عقدت الشرطة السودانية مؤتمرا صحفيا بشأن المظاهرات التي خرجت في الخرطوم الأربعاء والتي خلفت قتلى وجرحى. من جانب آخر، أكدت مصادر إعلامية سودانية عودة الاتصالات وشبكة الأنترنت تدريجيا. يبدو أن المشهد السياسي في السودان يتجه نحو مزيد من التعقيد، فبعد تصعيد الشارع الأخير وتضارب الأرقام بخصوص سقوط قتلى وجرحى، خرجت الشرطة السودانية في مؤتمر صحفي أكدت فيه قوة الأمن أنها تعرضت لاعتداءات من قبل المتظاهرين يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ما أسفر عن وقوع قتيل في صفوف الشرطة وإصابة العشرات. نؤكد لكم نحن في قوات الشرطة أن الإعلاميون شركاء أساسيين في العملية الأمنية وفي إدارة هذا البلاد بتمليك الحقائق للمواطنين والرأي العام المحلي والعالمي. في مسيرات الفترة الأخيرة يعني أصبحنا نشاهد أرقام للوفيات في بعض القنوات الفضائية، في حين أنه في الواقع أو حتى على لدينا كاميرات تراقب معظم مناطق العاصمة، في الواقع تكون هنا ليس هناك مسيرات حتى موجودة على الأرض أو في أعداد محدودة ولم يتم التعامل معها بواسطة أفراد الشرطة أو قوات الشرطة. توضيحات الشرطة السودانية تأتي بعد تأكيد لجنة الأطباء السودانية مقتل أكثر من 10 متظاهرين إثر اشتباكات مع قوات الأمن السودانية في احتجاجات الأربعاء الرافضة قرارات البرهان، خاصة بعد تصعيد المعارضة لهجتها وتهديدها بتنفيذ عصيان مدني وإضرابات.
وتشير آخر الأخبار من الخرطوم إلى موجة اعتقالات جديدة في صفوف متظاهرين ظلوا طوال الليل في شمال السودان أمام الحواجز بحسب مصادر إعلامية سودانية. أكدت كذلك عودة شبكة الاتصالات تدريجياً الخميس بعد أن ظلت مقطوعة منذ 25 أكتوبر الماضي. هذا وأكد الصحفي السوداني أحمد عبد الغني في مداخلة مع قناة الجزائر الدولية أن المشهد السياسي يزداد تعقداً بعد الأحداث الأخيرة التي عاشتها العاصمة الخرطوم. تطورت الأوضاع في المشهد السياسي السوداني خلال الأيام الماضية بسبب تمترس كل طرف في موقفه. هذه الخطوة قادت إلى تعقيد المشهد السياسي بصورة كبيرة، خاصة بين المكونين العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية. فهذه الخطوة أيضا أدت إلى تظاهرات الأمس التي خرجت في عدد من مدن السودان المختلفة، خاصة في العاصمة السودانية الخرطوم التي شهدت أعمال عنف راحت ضحيتها حوالي 15 شخصا بحسب البيان الصادر عن لجنة الأطباء المركزية، وهي لجنة مستقلة غالبا ما تتحدث عن هذه الأرقام والإحصائيات. بينما تحدثت الشرطة في مؤتمر الصحفيين اليوم حول هذه الأحداث وقالت إنها لم تستخدم الرصاص الحي تجاه المتظاهرين. فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس عقوبات ضد زيادة من 140 عضوا في الحكومة الانتقالية في مالي بمن فيهم رئيسها، بينما لم تشمل العقوبات الرئيس الانتقالي ورئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غوتا. الأجهزة الانتقالية في مالي تحت طائلة عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. العقوبات شملت 148 مسؤول بينهم 27 وزيرا يتقدمهم رئيس الحكومة الانتقالية شوغيل كوكالامايغا و 121 عضو من المجلس الوطني الانتقالي المالي. قرار فرض العقوبات يعود إلى اجتماع لقادة الإكواس عقد في 7 نوفمبر الجارية بعد اتهام قادة المنظمة الإفريقية مسؤولين ماليين بعرقلة إجراء الانتخابات الشاملة في 27 من شهر فبراير القادم. كان متوقعا إلى حد كبير فرض عقوبات من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على الحكومة الانتقالية في مالي، فبعد أن أبلغت الحكومة رئيس المجلس بأنه من المستحيل أن يتم تنظيم انتخابات في 27 من فبراير المقبل، كان متوقعا في القمة المستقرة التي تم عقدها لهذا القرض فرض عقوبات على المجلس الانتقالي وعلى الحكومة الانتقالية في مالي. وبالتالي فرض الإكواس عقوبات هي لأول مرة في تاريخ المؤسسة يتم فيها تجميد أصول أموال من فرضت عليهم العقوبات ويمنعون كذلك من السفر. العقوبات التي تراوحت بين تجميد أصول ومنع من السفر إلى دول الإكواس استثنت الرئيس الانتقالي ورئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا الذي قاد انقلابين وأطاح برئيسين في مالي في أقل من سنة. إعفاء الهاشمي كويتا قائد الانقلاب العسكري في مالي من العقوبات هو بسبب الضغوط الروسية على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. نحن الآن أمام طبخة سياسية يحاول الإكواس أن يصون ماء وجهه بها بالرغم من التأثير الروسي الذي هو بات واضحا جدا من خلال هذه العقوبات. عقوبات الإكواس تتزامن مع أزمة دبلوماسية في العلاقات الفرنسية المالية، وإن أظهرت المنظمة الإفريقية عدم ترحيب بتحركات المؤسسات التي تشكلت في مالي بعد انقلاب شهر مايو الماضي، إلا أنها برأي مراقبين باستثنائها قائد المجلس العسكري من عقوباتها تبعث رسالة مفادها ترك قناة مفتوحة للتواصل بين الإكواس وباماكو. يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولته الأفريقية بزيارة نيجيريا والسنغال بعد أن استهلها بكينيا. وقال بلينكن في نيروبي إن واشنطن تعمل مع أديس أبابا والاتحاد الأفريقي لممارسة الضغط على كافة الأطراف
لوقف القتال في إثيوبيا داعيا الأفارقة للبقاء يقظين أمام ما اعتبرها تهديدات للديمقراطية. قالت مصادر إعلامية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من بعض الدول الكبرى المستهلكة للنفط في العالم ومنها الصين والهند واليابان دراسة استخدام احتياطاتها من الخام في مسعى منسق لخفض الأسعار وتحفيز التعافي الاقتصادي. يأتي هذا الطلب غير المعتاد في وقت يقاوم فيه بايدن ضغوطا سياسية جراء ارتفاع أسعار البنزين. ما كان مجرد تحذير ووعيد بات حربا وجودية بين أوبك بلس وبايدن الذي دشن بوادر تحالف دولي في مواجهة الكارتل النفطي بالكشف عن طلبات أمريكية لكبار المستهلكين للنفط قصد استخدام احتياطاتهم الاستراتيجية لمواجهة ارتفاع أسعار الخام وما ترتب عنه من زيادات غير مسبوقة في أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية. قائمة الدول المعنية بالطلب الأمريكي شملت الهند واليابان وكوريا الجنوبية وحتى الصين التي وإن اختلفت المواقف وتباينت الاستراتيجيات الأمريكية مع ما تراه بكين فإن مصلحة خفض أسعار الذهب الأسود قد يدفع ثاني اقتصاديات العالم للاصطفاف إلى جانب واشنطن في توجه صيني نادر. في مواجهة ما تسميه إدارة البيت الأبيض بتمرد كبار المنتجين لا تتوانى إدارة بايدن في استغلال جميع الوسائل لصد محاولات التحالف النفطي بقيادة روسية سعودية للخروج عن بيت طاعة دركي العالم في حرب بدايتها رسالة واضحة وملموسة بسحب كميات قد تصل لـ30 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في أكبر البلدان استهلاكا للخام في العالم. حرب كسر العظام بين بايدن وأوبك بلس بدأت فعليا في وقت يتمسك جل أعضاء التحالف النفطي بمواقفه إزاء مواصلة سياسة رفع الإنتاج التدريجي بحدود 400 ألف برميل يوميا خلال ديسمبر المقبل بالتزامن مع توقعات بعودة العالم إلى تخمة المعروض في غضون الربع الأول من العام القادم. وعن الموضوع قال الخبير النفطي أنس الحجي إن أسواق النفط ستعرف نقصا كبيرا وأن أسعار النفط سترتفع مرة أخرى. هذا لن يؤثر في الاتجاهات العامة لأن الاتجاهات العامة بارتفاع وهناك نقص يكون هناك نقص شديد خلال 24 شهر القادمة بسبب انخفاض الاستثمارات في السنوات الأخيرة ولأسباب أخرى بسبب انتعاش الطلب على النفط وبسبب فشل سياسات الحياد الكربوني في أوروبا وغيرها. فهناك عدة مشاكل في المعروض وهناك طلب زائد أيضا فيؤدي إلى هذه الأمور. شرع البرلمان الفرنسي في مناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بتعويض خونة الثورة الجزائرية المعروفين باسم الحركة في إطار تجسيد تعهدات سابقة للرئيس إيمانويل ماكرون، خطوة تضع ماكرون أمام انتقادات قوى سياسية باستغلال الملف لصالح مشروعه الانتخابي. مسرعاً رغبته بكسب رهان الحركة الجزائريين في سباقه نحو الإليزيه، البرلمان الفرنسي يشرع في الترجمة القانونية لخطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام ممثلي هذه الفئة شهر سبتمبر الماضي ببدء مناقشة مشروع قانون اعتذار منهم. ماكرون الذي يمضي أبعد من أسلافه عبر اعترافه بالتقصير في حق الحركة وعائلاتهم، كما أكد في محطات متتالية يجد نفسه أمام انتقادات قوى سياسية داخلية تقر بأن ملف الحركة لا يعد أن يكون مجرد ورقة انتخابية يحاول بها استقطاب جزء هام منهم وتعزيز قبوله لدى أطياف أخرى على غرار كتلة اليمين المناوئة لمشروع مصالحة الذاكرة مع الجزائر. زعيمة التيار اليميني المتطرف ماري لوبان اعتبرت الخطوة سخاء انتخابيا لن يرمم التهميش الذي عانت منه هذه الفئة بحسبها، إذ سبق لماكرون اتهامها عام 2017 بأنها ضالعة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الجزائر وفق لوبان، فيما أشارت نائب عن حزب الجمهوريين إلى أن ماكرون ينفذ استراتيجية
للإغداق على فئات يمكن أن تساهم في إعادة انتخابه. وبغض النظر عن فحوى مشروع القانون الذي يمنح امتيازات غير مسبوقة لخوانة الثورة الجزائرية، فإن الخطوة التي تصنف بحسب الطبقة السياسية في الجزائر في خانة استفزاز مشاعر الجزائريين تظل مسألة فرنسية داخلية بحتة. بحسب السلطات في الجزائر فهي تعني علاقة فرنسا بمواطنين حسموا خيارهم لصالحها. تعرف ألمانيا تضاعفا مرعبا في عدد الإصابات أو بكورونا، وضع مقلق يدعو إلى التجنب من أجل تفادي تعقد الأزمة الصحية التي تضرب القارة الأوروبية، ومن المتوقع أن تزيد حدتها مع نهاية العام الجاري حسب المختصين. بعدما دقت 10 دول أوروبية الأسبوع الفارط ناقوس الخطر جراء التفشي المخيف لفيروس كورونا، يبدو أن ألمانيا قد أطلقت صافرة الإنذار محذرة من وضع كارثي سيعرفه البلد بسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكوفيد-19 الذي تجاوز حاجز 53 ألف حالة يومياً مع التزايد المرعب في عدد الوفيات. الوضع الوبائي الحالي كارثي، لا أستطيع وصفه بشكل مغاير. الموجة الرابعة ضربت بلدنا بكل قوة، ورغم توفر أرضية ملائمة تتطابق والطبيعة الاستعجالية للجائحة، ليس لدي شك أننا في خضم وضعية صعبة. حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 هي الأعلى منذ بداية الجائحة، وعدد المصابين في ارتفاع جد سريع، والأكثر رعباً هو عدد الموتى في البلد. موجة رابعة تضرب واحدة من أكبر وأقوى الدول الأوروبية ألمانيا حسب ما أفاد به خبراء، رغم أن برلين كانت سباقة لعمليات التلقيح التي عرفت كذلك موجة احتجاجات رافضة لها. بالنسبة لألمانيا اللقاحات وصلت تقريباً 68%، يعني هذا شيء كويس بس طبعاً غير كافي لتحقيق مناعة القطيع. أكيد المستشفيات يعني متوقع أنه بعد شيء أسبوعين تسكر، يعني ما تقدر تستقبل مرضى، وفي ناس لهلأ يعني ألمان يعني تقريباً شيء 30% ما بدهم يتلقحوا. الوضع بألمانيا سيء. هل العالم اليوم مستعد لمواجهة أخرى مع هذا الفيروس؟ وهل أوروبا ستكون بؤرة جديدة لمتحورات كورونا؟ تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي لأدنى مستوى له منذ 2003، وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات الخام بمقدار أكثر من 2 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر الجاري، مقارنة مع توقعات محللين بزيادة قدرها 1,400,000 برميل. من جهتها أعلنت الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية في الصين عن الشروع في سحب كميات من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية لديها، وقالت المتحدثة باسم الهيئة لوكالة بلومبرغ إن الإدارة الصينية تستعد في الوقت الحالي لعملية السحب من احتياطي النفط دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول كمية النفط المسحوبة وكذا موعد بيعها على الموقع الخاص بها.
في الرياضة، تستعد دولة قطر لاحتضان نهائية كأس العالم شهر نوفمبر من السنة المقبلة، تظاهرة تجمع أقوى المنتخبات العالمية يحتضنها بلد عربي لأول مرة في التاريخ. منذ فوزها بحق استضافة كأس العالم سنة 2010، دخلت قطر في سباق مع الزمن لوضع مخطط يضمن لها الوفاء بوعدها في تنظيم نسخة استثنائية من المونديال، طبعة لم يعرفها العالم من قبل على ما تقول. ومع انطلاق العد التنازلي للعرس الأكبر على الإطلاق الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى 365 يوم، تقف أمامها قطر متاهبة لإشارة الانطلاق، شغفا منها لاستعراض نجاحها أمام من شككوا في مدى قدرتها على تجهيز ملاعب ومنشآت رياضية وبنى تحتية تضمن استقبال أكثر من مليون مناصر وزائر وسائح. بلد الأوريكس تمكن إلى الآن من تجهيز 95% من مشاريعه التي حافظت من خلالها على العراقة وواكبت في ذات الوقت الحداثة. قطر فكرت في كل شيء، مترو، إقامة، سياحة، رياضة ومتعة المونديال، معطيات أثبتت في أكثر من مناسبة رياضية استضافتها قطر. ويبقى الامتحان الذي يعطي الجواب اليقين قبل مونديال 2022 هو مونديال يد العرب الذي ينطلق نهاية الشهر الحالي. وأمام كل هذا يزداد سعي جل المنتخبات التي لم تتأهل بعد إلى هذا المحفل العالمي للظفر بمقعد يضمن تسجيل اسم كل منتخب مشارك في مونديال عالمي بعبق عربي. ختاما، تتواصل فعالية معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 36. المعرض شهد إقبالا كبيرا وعرف مشاركة 300 دار نشر من 20 دولة عربية وأجنبية. الدورة التي تشارك فيها موريتانيا كضيف شرف اعتبرت بمثابة عودة الروح للمشهد الثقافي بتونس، خاصة بعد انقطاع دام لسنتين بسبب جائحة كورونا. ختام هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.